ضيفتي مش بس معتقة كالخمر، ضيفتي عم بتجوهر يوم بعد يوم وعمل بعد عمل. فخامة اسمها بتكفي، تميزها وأخلاقها وعطاءاتها بتفسر التضخم اللي منحسه ومنشعر فيه بقلوبنا من كتر الفخر والفرح بنجاحاتها، اللي بترفع الراس وبتضاعف معها منسوب الأمل عن شي حلو بهالوطن اللي شوه المسؤولين عنه صورته وعملوا لنا تضخم بالذل ورخصوا كرامتهم وكرامتنا ورميونا ببحر اليأس. عم بتطلع علينا اليوم حاملة نجاحات كتير كبيرة بدور رسمية بمسلسل 2020، بعتقد هيدا دور واحد من أدوار العمر، ورح تحكي هلأ اليوم كل شي عن هالتفاصيل عن هالنجاحات. كارمن لبوس، مساء الخير مرة جديدة، مساء النور وميرسي على المقدمة. تستاهلي استحيت كل كلمة. حبيبتي، انت حبيبتي. كيفك أول شي؟ طمنيني عنك، وينك موجودة هلأ؟ أنت مش بلبنان؟ انا برات لبنان، ما في اقول وين، برات لبنان، بس انه الحمد لله بخير. أسباب أمنية ولا أسباب درامية لا ولا شو؟ امنية امنية، لا بعد بكير، يعني بعد ما فتنا بعيد الخط لنصير عم نهرب، يعني مش عامله شيء لحتى اهرب منه. لا لأسباب درامية يعني. فينا نعرف شيء ولا ما؟ ايه ان شاء الله في مسلسل بعد رمضان بإذن الله رح يطلع، اسمه على الحلوة والمرة، بما انه الوضع بلبنان مش منيح فعم نضطر نصوره برا. بطولة نيكولا معوض، دانا مارديني، بطولة مشتركة، باميلا الكيك، جو ترات، سلمى المصري، وانا، يعني في اسماء كثير طبعا يعني، بس هلا اختصرت هيك المجموعة. حلو كتير، خبريني عن الأجواء، عن دورك شوي، مش ضروري تخبرينا تفاصيل بس إنه عن دور هيك شوي تنعرف عن شو عم. دوري عكس رسمية تماما، يعني مرة كتير كلاس وكتير القصص بتحبها هيك بمحلها، سيمبل كتير وقوية، يعني كمان مرة قوية بس انه كلاسي يعني. كارمن، قبل ما انتقل للرسمية، قد ايه بيكون الفنان عنده خوف اذا بدك من بعد نجاح دور بدور مثلا مثل رسمية انه يرجع ينتقل لعمل تاني لكاركتير تاني وكمان يقدر يحقق فيه هيدا النجاح؟ طبعا في خوف كتير كبير، وخاصة يعني برجع كل مرة بكرر نفس القصة، انه بعمرنا ما كتير عندك هاي الادوار اذا بدك لتقعدي انت تختاري الاحلى، فبتصيري بتختاري الانسب، وخاصة اني انا بعيش من هالمهنة، يعني انا ما في اقعد بالبيت اقول اذا ما اجاني الدور اللي انا بدي اياه انا بضلني قاعدة ناطرة، هذا الشيء ما بقدر اعمله لانه انا بعيش من مهنتي. ف للأسف يعني مرات تضطر تتنازلي، يعني على القليلة عم نتنازل، عم ناخد أدوار أقل من غيرها، بس إنه عم نضلنا على الساحة يعني. خليني أبلش مع رسمية، كنت بتتوقعي هالقد كم من النجاح بهذا الدور؟ شو عملتي بالعالم؟ صراحة لا، هالقد لا، يعني ايه هلا كنت بعرف إنه الدور شوي جديد أول مرة بلعبه، وهذا الشيء اللي أعطاني حافز هيك إني إذا بدك قاتل لحتى آخده الدور. يعني إجاني كثير عروضات بوقتها بمبالغ كثير أكبر، بشروطات أحسن، بشو ما بدك، بس إنه أنا أصريت إنه لا، في هيدي الشخصية ضروري ألعبها. وطبعا كمان في الفضل لشركة الصباح أكيد، ولنادين جابر اللي كانت مصرة من أول كتابتها هي وبلال إنه ما في حدا بيلعب رسمية غير كارمن. كانوا كاتبين لك اياها لالك. إيه طبعا، ولما كانت مشاركة بهذا الموضوع، وفيليب أسمر نفس الشيء، فهيك ثاقبت إنه وعملنا الدور يعني. هلا حلو الشامية كتير. مش أنا يعني انا تفاصيل ما دخلت عن تفاصيل، اول شيء خبريني شو سر نجاح رسمية؟ بتعرفي يمكن الناس صارت تحب تشوف القصص الشعبية إذا بدك، ورسمية دور لأنه دور مرة ساكنة بحي شعبي، مرة معترة بلا هوية، والحلو إنه عم ينحكى عن اللي مكتومين القيد، يعني اللي هول في نسبة كبيرة وما حدا بيعرف عنهم شيء، هول ما فيهم يعني لا فيهم يدرسوا، لا فيهم يشتغلوا، ما فيهم يسافروا، ما فيهم يتجوزوا، ما فيهم يعملوا شيء، يعني هن موجودين بس مش موجودين بالحياة يعني.
لأنها شعبية ولأنه هيك عايشة على الهامش إذا بدك، ومكفشلة وقوية قد حالها، بس بنفس الوقت بتكوني عم بتشوفي في حزن بوجهها، عم بتحسي في غموض في وجع، بس كله مش مبين، يعني كله مش عم تخليه يطلع لبرا، لأنه مش لازم حدا يشوفه كونها امرأة عايشة بمجتمع ذكوري وبحي شعبي. خبريني أول شيء قبل ما أفوت بتفاصيل الدور عن النجاح، وين بيصرف الفنان هيدا النجاح؟ يعني قلتي لي روحتي كتير عروض، يمكن يعني بالمبالغ المالية أكتر، بس أنت رحتي عند القيمة المعنوية للدور، الفنان وين بيصرف هيدا النجاح؟ ماشي، بيصرفه بأنه بيكون سعيد، بس يعني بهذا الوضع المزري اللي عم نعيش فيه، أنه بيصير بيعطيكي هيك، بيعطيكي أمل، بيعطيكي تفاؤل، بتحسي حالك مبسوطة، مش كئيبة، مش مدفرسة، يعني أنه هول هن، يعني هلأ بتمنى أنه هيدا النجاح أو بتمنى هيدا الدور يقدر يفتح لي مجالات تانية، أنه أنا قديش بقدر أعطي، مش بس الأم او المرأة الكلاسي اللي شايفة حالها وبتضلها مزبطة حالها، او الام الحنونة او الام الشريرة، لا، انه في العب دور معترة، بيتبهدل بشكلي، بس المهم يكون في دور يعني عم ينكتب. يعني شو الدور اللي بتطمحي له؟ ليكي ما بفكر بدور بطمح له، لانه اذا لحقت حطيت دور وما وصلت له، كل شيء بعمله بكون مش عم بنبسط فيه. مشان هيك بالحياة ما ضروري الواحد يعني ما يتوقع شيء، يضلوا عم بينبسط بكل شيء عم بيجي، لا يضلوا عم بيستمر يعني، ولا بيأس من حياته يعني. لطيف، خبريني اول شيء شو عنيت لك رسميه، يعني شو إيه. عنيت لك لما قريت الورق، وشو عنيت لك بعد النجاح؟ ليكي كانت أول مرة بس أقرأ الورق، ايه ما كنت عم بقدر شوف شكله. أنا عادة بس أقرأ نص بدون ما احس، يعني انا بقرا النص قبل ما انام، هيدي عندي عرف يعني، قبل ما انام فبقرا النص. انا وعم بقرا النص اذا انعست من نص اول حلقه بصير بقول لا، في كارثه يعني جيتني، برجع بعيد القراءه تاني يوم، انه بركي كنت انا مشوشه بالافكار او شيء. اذا النص شدني فبتلاقيني عم بقرا عم بقرا عم بقرا، بدي اخلص يعني، بدي اشوف الحلقه اللي وراها والحلقه اللي وراها، بعرف انه النص جيد يعني. هاي اول شرط لاقبل نص، يعني مش ضروري يكون دوري، المهم يكون نص جيد، مثل ما صار بين هلالين بموعد مع السيد ادم، مقابله مع السيد ادم، قلت له انا رح اشتغله كرمال النص مش كرمال الدور، لانه الدور ما في شيء. صحيح. فاول شيء النص. هلا وقتها بس اقرا الدور ويعجبني بنام، بشوف شكلها لهي المرة يعني، بصير بشوف شكلها، بصير بشوف تفاصيلها رسمية. كانت أول مرة بقرأ مش عم بقدر شوف شكلها، نام قوم كل وقت عم بفكر فيها، مش عم بقدر شوف كيف شكل رسمية، إنه إيه كانت بالنسبة لي مشكلة، وكنت كتير خيفانة إنه كيف بده يكون الشكل يعني. بالنسبة لي أنا ما بعرف الممثلين الباقيين، بس البس ثياب الشخصية 50% من الكاركتير دغري بصير حاضر يعني، ضروري يكون الثياب مظبوطين ليقدر يمثل صح يعني، ولا بحس حالي غلط، مثل اذا رايحه على سهره ولابسه شيء مبهدل يعني، بتحسي حالك منك مرتاحه بكل شيء. نفس الشيء بالتمثيل يعني، اذا مش مرتاحه بالثياب اللي عم تلبسيهم، هلا في ناس بدهم يطلعوا، اذا عم نحكي تمثيل مش عم نحكي موديل يعني، انه وحده بتحب تضلها طالعه حلوه ولابسه ثياب فظيعين، عم بحكي من ضمن الكاركتير يعني، راكب اللبس على هذا الكاركتير، مش اللبس على انا كيف بحب البس يعني. فكانت دينا الستايلست، فكنا محتارين بين شغلتين يعني، مع فيليب اسمر كنا عم نحكي انه اول شغله انه مش لازم تكون مبينه انوثتها، هاي أول شيء، لأنه كونها مرة عايشة لحالها بمجتمع ذكوري يعني، فضروري ما تكون عم بتفرجي شيء من جسمها، هاي كنا أول شيء عارفينها ومتفقين عليها. بس هل بتلبس بنطلون بتلبس مثل الرجال، ولا بتلبس شيء نص على نص يعني، شيء ما ببين لنا مفاتنها، بس بنفس الوقت مش بنطلون رجالي لحتى
يبقى يكسمها يعني او شيء. فطلعنا بهول التياب اللي بنطلون على شروال، يعني بنطلون على تنوره كله واسع هيك، وجيليات يعني اهم شيء الجيلي، والقميص اللي بتحسيها من سنه ال70 سنه ال80 يعني. فدينا عملت شغل فظيع يعني، حلو كتير وطبعا حتى فيليب الكاركتر يعني. في خبريني كيف خلق رجع الكاركتر، على شو اتفقتوا، وهالشمية نبرة الصوت يعني هالقد، هي انت مش مسترجلة بس انه نبرة صوتك عريضة كتير، يعني ايه صح كيف هلا صح في هاي شغلة ما بينتبهوا لها يعني بعض الممثلين، انه كتير مرات الكاركتير بدك تشتغلي على صوتك، اذا مرة عم تستعمل انوثتها فضروري تحكي بعرفتي في بحة في نعومة في كذا. هلا اذا كان في وحدة بدها تكون عم مش طايقة حالها ومش طايقة الدنيا يعني، فدغري لازم بتحسي بيطلع الصوت العريض. مشان هيك مساحة الدور ضروري الممثل أول ما يبلش تمثيل يشتغل على مساحة صوته، قديش في رفعه وسط على التون الباس العريض يعني، لأنه هاي كتير بتساعده بالشخصيات يعني. بتلاقي مرات إنه هيدا مش عم بيحسسني إنه قوي، مش عم بيحسسني إنه قبضاي، بيبقى صوته صغير يعني، بيبقى صوته ناعي ما بيعطيكي هاي الباور يعني، والعكس صحيح يعني. هلا الباقي الشخصيه كان فيليب مصر على على التوليل يعني، انا قلت له انه انا ما بدي اعمل ميك اب، بس التوليل لشو؟ انه لشو بدك التوليل؟ قال لي انه انا هو بحب التوليل، ليه ما بعرف يعني، هاي بدكم تسالوا فيليب مكبر يعني. لك اياها كثير. ايه هلا الشعر قلنا بنربطه، بس انا اصريت انه يكون شعري جعدي، لانه اذا كان ليس و هيك مرخرخ وجهك حسيت ما بيعطي ما بحس الشعر أساوي المجعد، ايه بيعطي قساوة وبيعطي هيك حياتها مكفشلة مثل شعراتها يعني. فأصريت أنا على الشعر المجعد، وهو أصر إنه تبقى الكعكة على فرد ميلي، مش إنه الكعكة مزبوطة بالنص، إنه كل مرة يجي ويلوق لي إياها هيك، إنه بده إياها مثل كأنه على السريع شكتها يعني، شكة ورافعة شعراتي يعني. مشان هيك كان في بتحسيها، في ناس فكروا حاطه بيروك، هو ابدا مش حاطه بيروك، هذا شعري احترق من بتذكر السنة البعيد يعني. الماضية طلعنا، السنة الماضية طلعنا كنت عم تصوري المسلسل وقلتي لي رح اطلع بالشعرات وما بعرف شو، انا شفت هالشعرات طوال عاملين كذا، قلت طلع بدور لا دور هيك ابدا المرأة الكلاسي ابدا لا ابدا ابدا. طلع العكس تماما. وطبعا النمش، انا عندي نمش بوجهي، بس اصر فيليب انه يزيد النمش بوجهي اكثر. يعطي العافية كارمن. خبريني يعني تلولي مثلا هودي القصص قد ايه بضيفوا للكاركتير، او كثير. مثلا لو انت مثلا ما بدك اياهم شو كنت عملتي غير؟ لا كنت ما انا ما كنت فكرت بتوليل اكيد يعني، توليل ما كان اجى على راسي يعني، اذا انا عم ركب اذا بدك الشخصيه ما كان اجى على راسي توليل يعني. مش هيك عم بقول لك انه مرات بس يكون في مجموعه عم بيشتغلوا يعني، وحلو المخرج يكون حاطط ايده. مش هيك هاي فيليب شغله كثير حلوه عنده، بحط ايده بكل شيء يعني، من اللبس للشكل للميك اب للما بعرف شو، انه لا هي مش حلوه، للديكور لكل التفاصيل. هاي بتعطي بوش اكثر مش انه خلص شو ما لابس المهم تمثل، لا بالعكس، ما هي في الشكل اساس كمان يعني. انا كنت طلعت بلا توليل اكيد، ما كنت عملت ميك اب، كنت عملت شعري جعدي وكنت ربطته او جدلته، وكنت عملت نفس الطريقه، بس الالوان والجليات كان هني حاطين باليت معينه بدهم يمشوا على هاي الالوان. انا كنت مصره اكثر اسود بني الوان غامقه، لانه الشخص اللي ما بيبقى مرتاح بحياته اذا بدك ما في يلبس الوان احمر واصفر واخضر وهيك الوان يكون مفرفحه، معتم. ايه بتكون بتعكس نفسيته الالوان اللي بيلبسها. مش هيك كثير مرات مهم الالوان، وانا كثير بركز عليها انه بيمشي، انه ما معقول هاي الشخصيه تكون لابسه احمر بعد شوي تلبس بني بعد شوي تلبس اسود، ما يا الوان فاقعه يا الوان غامقه يعني. كارمن هلا ما بتتفق. بعرف اذا عم زهق العالم بهول التفاصيل يعني. لا بالعكس، هودي الحلوين نعرفهم اول شيء ليتعلم، لنتعلم منك، واللي عم يسمعك من الممثلين اللي ما كتير بيعرف تفاصيل خلي كمان يعرف تفاصيل وكيف الشغل بيكون يعني. ايه والتلولي هلكتني يعني، وخاصة بعد بريك الغداء ياما مثلا وقعت مرتين.
مرة وقعت صرنا تلولي تلولي تلولي، عرفت انه ماشي بتعملي بانيك انه راحت التلولي وتقعدي ضوي وفتشي بهالمنطقة، المنطقة شعبية كتير، وين بدك تلاقي تلولي؟ مش رح تلاقيها بيقف انا الشارع التصوير. هون ملزق. ايه طبعا، وحكيت قبل يعني انه نايم، صرت نايم كل وقت مهوتسي بالتلولي، انه كل شيء يعني في اعمل هيك انه لا، أو كل الوقت ضلت التلولي انه دخيلكم التلولي ما توقع. هلا التلولي وين؟ لازم كنت تاخديها ذكرى. ما هيك ما انتبهت، ايه كان لازم عن جد بروزة. بتعتبري هذا الدور دور يعني انا اعتبرته دور الواحد من ادوار العمر. ايه صح، وهي قصي قال لي اياها، قصي خولي بوجه له تحية، هو تحياتنا قال لي لك. اياها. ايه هلا انا بالنسبة لي عندي ابنة المعلم، يعني من الادوار اللي كثير صحيح بحبها صحيح اذا عم نحكي دراما يعني، صحيح وهيدا الثاني دور اذا من الادوار اللي فيها شغل يعني، فيها دور مركب يعني. كارمن، تعتبري دور رسمية هالسنة برمضان سرق الأضواء؟ يعني عم نحضر عم نتابع مسلسلات كتير بس ما في كاركتير، يعني على القليل اللي حضرتهم أنا واللي تبعتهم وهن من مجموعة من مصر من دول عربية، ما في كاركتير يعني شخصية غير رسمية هالقد برز، لدرجة إنه البعض عم يكتب إنه النجمات يعني القديرات سرقوا الأضواء هالسنة من النجمات والنجوم الصف أول إذا بدك. ما بعرف اذا سرقوا يعني، هي انا بالنسبه لإلي انه الكاست هو كله بيكمل بعضه، اذا كل واحد محله صح بيكون عم بيلعب صح. لا يمكن لانه رسميه دور جديد، العالم مش شايفته قبل يعني، بالشك كان بالشكل او بالمضمون او شو، مين هي الرسميه، هاي الغموض حول الرسميه، هو يمكن اللي عمل لها اللي عمل على الهيلة على الرسمية. بس انه نادين يعني، نادين بالنهنها وبالحجاب تبعها الله وبلهجتها وبالدورين اللي عم تلعبه، وقلتها وبرجع بعيدها انه كتير قليل من الممثلات اللي بس يكون عندهم دور مثل هذا بيروحوا بيتدربوا، وعملت تدريب عسكري شهر قبل ما تتلعب الدور، لا على القليل اذا مسكت السلاح تعرف تمسكه، إذا عملت حركات قتالية تعرف تكون كيف عم تمسك يعني، فكانت كل وقت عم تتدرب، وهي مش كل الممثلين بيعملوها يعني. رح نحكي أكثر عن نادين، بس خليني وقصي أشوفك قصي والشفرة بيتموا، أنا والشفرة ماسكة هيدا العبني، لا مش لا أنا معقول. وقتها إجا عم قلت له لا هي تفنيصة، قام مسك لحتى يأكد للناس، شفت الخيارة كيف قصة فيها، بيحطها بيتمه، بيحطها هون وبيرجع بيشيلها، وانا كل أنا الوقت ضل شخشبني ايدي على قلبي انا انه ما يقوم شيء يشطب حاله يعني، شفره مظبوطه مقصوصه سألتيه كيف بالنص حاطط. عملها؟ قال لي من هو صغير كان يلعب يتمرن عليها فاستعملها للكاركتير. لا قصي فظيع بهولي شو بهالادوات أوتاري؟ وبهولي، لا ما إيه بلعبها بتمه ويشيل وشمال الكرسي بايد وحده عليها وينزلها يعني. شمال يمين طلوع نزول. ايه لا 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 مش طبيعي، رعب يعني. شو بعد مخبيت لنا رسمية؟ رسمية رح تشوفي الجانب الثاني إذا بدك من الشخصية اللي مخبيتها يعني، هذا الوجع إذا بدك اللي موجود برسمية اللي كل وقت بتشوفيه بعيونها من يعني الأسوأ اللي مبينة، بس جوا بتحسي لا منا هيك يعني. وفي كتير ناس كتبوا ولاحظوا هاي، وهذا شيء كتير أسعدني إنه قدرت أوصل هاي الشغلة، هاي اللعبة بين اثنين، انه الحزن موجود بس هي مخبيته يعني، هي قتلته جوا. راح تشوفوا هذا الجانب الثاني، مش راح احكي. بدنا نعرف شوي شو علاقتها مع الحوت. الحوت كان حبيبة يعني، هذا واضح كان حبيبة، هو بيقول لبنته انه كانت علاقة وخلصت. مش بنتها؟ لا مش بنتها، اكيد مش بنتها، لا خلصت علاقتهم بسبب هي يعني وضعها ما عندها هوية، مكتومة القيد، مشان هيك هي كل الوقت مش عم بتخلي بلبل يحبها لهيديك، انه ما تورطها بحب لانه عم بتحس حالها هي كيف كانت وقتها كان الحوت، انه هي كانت قبل وقتها بلشت هي صغيرة كانت مثل هاي البنات، بس كبرت وصارت هي مستلمتهم، فتقريبا وضعها مثل وضعهم كان لعلاقة الحوت وما تجوز الحوت يعني. شو بتشبهك رسمية؟
في شيء هيك بيشبهك فيها؟ طبعا بالتسكير، ايه بس بهاي اذا بدك الحصن اللي عملته حوالي، ايه انا حدا يمكن في كتير عالم تتفاجأ انه قفشه قوية وبيخافوا مني، وهذا انا قوية بالحق، يعني انا بالحق حدا كتير قوي، وبعرف دافع كتير عن المظلومين، بس ما بعرف دافع عن حالي الواحد، يعني بس توصل لإلي ما بعرف. فمشان هيك عملت حصن، لأنه بعتقد كتير أكلت ضروبة بحياتي، إذا أنا وصغيرة لكبرت أكلت كتير هيك، فت بالحيطان كتير، لأني تربيت ببيت إنه كلنا بنحب بعض، وبعدني لهلا بصدق الناس، يعني كتير صعب يحس إنه واحد عم بيكذب غير إذا طلعت بالبادي لانجوج تبعه وحسيت في شيء مش مزبوط، بس اذا حدا بيخبرني خبريه دغري بصدقها، يعني بعدني طشمي بهذا الموضوع، بعدين بكتشف انه لا، في كذبه كتير طويله وكبيره، مش ضروري شيء شخصي، يعني حدا عم بيكذب علي بشيء شخصي، لا، انه اي خبريه ممكن تخبرينيها انا بصدقها دغري. هيك هيدا شو طيبة أدب بسرعه. أم إنه أو ثقة بالناس؟ هي ثقة بالناس، مشان هيك عاملة حصن، يعني لأنه ما يعني في ناس بيقولوا كون واحد حذر لحتى يثبت العكس، أنا بقول ما في وقت بالحياة، فأنا بكون فاتحة لكل العالم، بتجي بقى هيك بتكتشفي إنه لا، عم بتزيد الخبسنة وعم بتزيد المصالح وعم بتزيد القصص، فالأفضل هيك تقعدي لحالك ببيتك مع الناس اللي بتعرفيها، بتكون مأمنة على كل شيء، لتكوني أنت مش تحطي ماسكات وهاي وأهلين هاي بمجتمعاتنا العربية، هلا انتقلنا لغير موضوع، هيدي هاي الكذب اللي موجود، اللي ما بعرف ليه، انه الحياة كتير قصيرة، ففي الواحد يقول القصص مثل ما هي، انه ايه لا وخلصت، يعني بدون ما يعمل بالريمة ارتباك طويلة عريضة ويكون كلها كذب، وفي الواحد يغلط لانه كلنا بنغلط يعني، ويعتذر عادي، والاعتذار حلو وخلصت يعني، فبصير الكذبة بتلحق كذبة بتلحق كذبة، فلشو خليني ببيتي مع كلابي أمي أخواتي وهيك خلصت. الله يخلي لك اياهم. حبيبي خبريني شو اصعب دور كان او اصعب مشهد عملتيه ب 2020، او اذا بدك شو اصعب شيء كنت عم تعانيه بالمسلسل كله؟ أصعب شيء كنت عم بعاني، هلأ إذا بدك غير التلولة، يعني هاي كنت من القصص اللي موترتني كل الوقت، لأنه بدي ضلني مركزة عليها ما توقع، لأنه ما في ينعمل مثلها، يعني ينعمل بالسيليكون تنعمل نفس الحجم ونفس الكبر، فهيدي كانت ملبكت لي حياتي التلولة. وكان عندك مشاهد كتير قاسية، يعني تدفشي وتزيحي وترجعي. ايه طبعا طبعا. هلا اذا بدك في مشهد بس اعلق مع هاي المرة وخبت، وهيدا جرحت اصبعي، نزل دم منيح من اصبعي، انا عم شبق ما بعرف شو جرحت اصبعي فيها، اذا انتبهتي في مشهد عين هيك فيهم، ايه هي قلتها شفتها كمان، هي ببقى عم مص الدمات وكملت حوار يعني. حبيبتي. ايه هيدا هيك مشهد اخذ طاقة مني، لانه الممثلة اللي بوجهي منا ممثلة، يعني انه بالاخير من الادوار السنويه اللي لعبتها، بس لعبته حلو، فما كانت عم بتسلم صح لاعطي صح لنطلع بالمشكل، فعدني كذا مره، هيدا تعبني اذا بدك هيدا المشهد. المشهد الثاني الحريق، كنت كتير خايفه حريق الشادر، لانه انعمل الحريق وصار الحريق صح ووقع، وكان في كابلات كهرباء، صرت خيفانه ما يصير ماس كهرباء ويوقع شيء، وناس عم تمرق وعم بيوقع كتل نار يعني، فكان في حالة رعب طبعا، غير البرد والشوب بنفس الوقت مع تياب، يعني كنزة لبست كنزات كتير، كان كتير برد، اجت الصيفية كنت عم بفطس. في مشهد إذا بدك هلا عم بتذكر، وكان كتير مش كتير صعب، كنت مش رح أحرق كتير، بس إنه بدي أشوف الحوت، إنه أنا صار لي 2 3 سنين مش شايفته ولا مرة وقاطعين يعني، فبدي اقابل الحوت، وبعرف انه الحوت موجود بهذا المطرح، وبدي اجي عم فتش عليه، المشهد طالع عم فتش عليه، صرت للحظة انه انا كيف بدي يكون، كيف واحد يعني، بصيري انت قبل ما تبلشي المشهد انه كيف انا بدي يكون، انا اذا شخص صار لي 2 سنين مش شايفته، هالقد مشتاقت له، هالقد بحبه، هالقد كذا،
شو كيف لازم كون وكيف ما بعرف شو. فللحظة ماشي عم فتش، وهلا ما بعرف كيف رح يطلع ما شفته يعني، بس عم فتش ومثل عم بقطع نفس ومش عم بتنفس صح، عم فتش وينه ضمن مجموعة يعني، وفي ناس واقفة وعم بدي عم فتش عليه بعيوني. ف بدون ما احس يعني، الله يرحم البابا ويخلي لكم بياتكم، فبدون ما احس حسيت انه انا مثل كانه قالوا لي البابا يا حوي هون وانت هلا راح تفتشي عليه. فعملت استحضرت هاي يعني، هاي الصوره اجت براسي وفلتت، خلصت المشهد دخت لانه مش عم بقدر اتنفس صح، كنت لانه انت بس تكوني كثير متوتره بينقطع نفسك، ف عم تاخدي نفس، لقيت حالي دخلت لجيبوا لي مي وإلى آخره يعني. اوف شو قوي، دايما الوالد عنده كتير اثر بحياتك، بس بتستحضري دغري اذا مشاهد قاسية بتستحضري وجوده يعني، أطول بتستعيني فيه. تقريبا دايما بكل حالات اللي بعملها دايما بستحضر قصص يعني، برجع بعيش حالات عشتها، برجع بخلقها لأقدر حسها. وفي مشهد بعتقد قوي بعتقد قوي رح يكون بس التقي بالحوت. هيدا كان بده يقطعوا أي فيليب، حلقة؟ بده أي يقطعوا حلقة؟ ما بعرف، بده يقطعوا فيليب اسمر من كذا زاوية، قاموا اخذوه شوط واحد لانه بقيوا مكملين، وانا بقيت عم طلع احساس اللي هو، وقال لي هيدا هو. هلا ما بعرف كيف رح يعمل مونتاج فيه او شيء، ما بعرف، بس تركت حالي وشفت. هلا انا بالنسبه لي كنت عم بشوف بيي، بس هو كان الله يطول بعمره فادي ابراهيم يعني، كان هو بوجهي، طبعا فانا بالنسبه لي كنت عم ركضت صوب بيي يعني. شو حلو، كتير شو حلو. رح ننطر، شوقتينا كمان ننطر، بس قولي لي طيب مثلا قبل اي مشهد بيقطع شو والله ما بيصير؟ بعرف ما بعرف، خلص بعمل ديليت انا يعني، القصص اللي بعملها خلص بمحيها دغري يعني، ما في خليهم كلهم براسي طيب اي رح هو اقطع او لك وين اياها، كيف. رح اقطع لك اياها. اوكي كارمن خبريني عن اللعب يعني مع نادين مع قصي، عن الأدوار يعني، عن كيف الأداء، كيف كنتوا على السات، شو عندهم مميزات إذا بدك، هل شد الحبال أيمتى رح نشوفه بيناتكم؟ بيناتنا رح تشوفوا شد الحبال، شد الحبال مع نادين يعني، شد نادين الحبال عورت لي كتفي نادين. ايه كيف؟ ايه لا 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 لا، لحظة لحظة لحظة، شو صار؟ مع بالك متمرنة قاعدة تتمرنت وهيدا، وفجأة برمتني برمي ماشي، ما طلعت قلت لها اختي انا والله مش مدربة، انا مبينة قبضاي بمشيتي بس انه مالي، حرام ارحميني. نادين حبيبة قلبي ماشي، تحياتنا لها. بحبها كتير، والكواليس الكواليس تبع شي بياخد العقل، حبيبة قلبي، وكتير نضحك على بس تكون محجبة والنهنهة والمنهنهة عرفتي انه شي منهنه هلا بياخد العقل يعني. في عندي محل باكل فيه، باكل بشهية يعني، في مشهد أي بعد ما قطع اكل اكل عم باكل يعني، هلا ما بعرف اذا رح يحطوه كله. قالت لي شهيتيني، قلت لها لا بس مش كثير طيبين يعني، بس انه صفا يعني. وهي حرام شوفي اكله البصل، تلاقيها عم تكدش هالبصل وتقلي اه بصل بس نخلص. لا بالعكس كثير تضحكنا انا ونادين، كان هاي اول مره نتقابل سوا، بنحب بعض وبنحكي مع بعض ونتواصل مع بعض، بس هي كان اول مره بنشتغل مع بعض. قصي شغلي معه قبل عصر الجنون، ورجعنا اشتغلنا سرايا عابدين، وهذا العمل الثالث. حبيبي قصي يعني، حبيبي تحياتنا كتير قلبي. لإلهم اثنيناتهم، عم يعملوا أدوار رائعة. خبريني نادين شو يعني، شو عطيت بهذا الدور، وانت كيف بتشوفي الأداء، كيف بتشوفي هالنجومية الناطرينة يعني بالدول العربية، دايما اسم نادين بيكون موجود وبيكونوا عم بيتابعوها. نادين نجمة نجمة ونقطع السطر، وما يجي حدا، هاي مشكلتنا بلبنان، عنا نجمة من لبنان طالعة بالدول العربية ومكسرة الدنيا واسمها ملعلع بكل الدول. ليه بدنا نجي نحنا نقعد نصير نعمل تعليقات من بعض الناس بايخة وسخيفة أو ما يذكروها؟ ليه؟ ليه نحنا كشعب مش مناح بحق بعض؟ هاي نجمة لازم نرفعها على الرحاض.
نرفعها الراحات لتصير تعطي أكتر، مش نقعد نحطم فيها. مش هاي يعني نجاح أبدا، ننبسط لنجاح غيرنا. يعني أي حدا بينجح لازم نزقف له إنه هاي بنت بلدي نجحت واسمها قوي كتير برا. صحيح. كارمن خبريني شو عملت بس روحت لك كتفك. ماشي، صارت تقول لي سوري 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 حبيبتي سوري، قلت لها سوري شي سوري في محل، في محل انا هلا ذكرت في محل بضربتها كمان، بضربها كف يعني. هلا ما بيسوى، احنا عم بحكي قصص مش لازم احكيها، احرق قصص معلم يعني. معلم فكنا متفقت انا وفيليب انه ما خبرها ضرب على ضربه الكف، يعني انه راح تتحضر قبل ما فترقتها اياها. اجت هي ردت لي اياها بهاي. ما لا لا، حبيت. لعبنا تسلينا منيح. هي حلو كثير، تحياتنا للجميع، تحياتنا عن هي جد لكل الكاست. للكل، يعني لكل فرد، وللكرو اللي كان واقف ورا صحيح الكاميرا، لانه صحيح هولي ولا مره بننصفهم ولا مره حدا بينتبه لهم، بس هن بيعملوا مجهود كتير كبير، هن بيتعبوا مرات اكتر منا، عرفتي؟ وبين تحميل معدات وبين شيله وبين ضبطه وبين هيدا، يعني عن جد بيتعبوا كتير يعني. وكل سنة. وفادي ابي يعني سمره كمان، يعني فادي ابي سمره طبعا مش أنا امبارح طبيعي. كتبت أصلا حتى مدام رندا قاعدة، يعني كل لا لا، الكاست عم هلا كنت واصله لرندا، هلا كنت واصله لرندا. رح رندا نحكي عنه. صديقتي حبيبتي، رندا حبيبة قلبي هي، بس عملت يعني بمحل هي وعم بيوقع الشادر وعم بتصرخ وأنا عم بمسكها، ماشي إنه ماشي بتصدق رح تصير ابكي يعني، إنه هالقد صدقتها إنه شو هالمرة الحنونة الطيبة اللي أمه لصافي وأكبر من عمرها الدور أصلاً، ولعبته صحيح، بطريقة لا لا مش مقبول، مش مقبول. رائع كلها كلهم رائع. كلهم جنايد، وكلهم حتى رولا فادي إبراهيم يعني، لا لا كله كله بجنن يعني. رح احكي عن حتى المسلسلات اللبنانية بالآخر، بس خليني شوي عن نادين وقصي. اول شيء قلتي لي عن نادين كارمن، عم تتابعي ادوار تانية؟ عم تتابعي مسلسلات تانية؟ وشو للأسف لفت؟ ما عم بقدر شوف، شفت شوي يعني مرات على الإنترنت لأني عم صور تقريبا كل يوم، مطرح ما أنا موجودة ما بتجي المحطات اللبنانية، فما عم بقدر شوف. ما عم تقدري تشوفك. بدي اسالك كاركتر، يعني اي كاركتر هيك حبيتيه اكثر؟ او شفت شوي في كارول عبود شابوبا، من زمان بحبها. تحياتنا. بتاخد العقل صحيح، حبيبة قلبي كارول. ايه عن جد من ماشي بتقدر تعمل لك دور بالضبط يعني بالضبط. رائعه جدا. وبعتقد تحياتي انا كثير كثير بعتقد اللي بتقدر كانت تلعب دور رسمية هي كارول. كارول. حلو حلو كثير كارمن. خليني انتقل، لانه بعدي عندك هلا بعد شوي كمان مغادرتينا، لانه عندك لقاء تاني. البصل خليني اول شيء ارجع بصل اسالك، والبصل. نبطل شوي بالادوار. خليني اسالك عن اللي عم نعيشه، عن النقابات بلبنان. شو رايك بتعليق النقابه بالبيان اللي صار؟ هل انت بالنقابه ولا مش مع النقابه ولا برات النقابه ولا هلا شو؟ هيدي على فكرة هن نقابتين مش نقابة واحدة. نحن نقابتين للأسف، مثل كل شيء مقسوم بهذا البلد، ما في شيء عنا من ما بنحب شيء واحد هيك متحد مع بعض، ومش لازم يعني مثلا كهرباء موتور، عرفتي؟ مية شرب، مية كذا، يعني كل شيء اثنين اثنين ثلاثة أربعة خمسة هيك، بنحب الجمعات بنحب الكبيرة الساعات. يعني، بنحب ايه نفرد ايه نحن معنا بلد كتير صغير. هاي مش نقابة اللي أنا منتسبة لها، هني نقابة تجمع تانية. النقابات، هني تجمع النقابات صار في بيان، مش بس نقابة الفنانين، كلهم تجمع يعني النقابات. مش تلاميذ مدرسة، مش تلاميذ مدرسة، بس نحنا مش تلاميذ مدرسة. شو تعليقك مثلا انه بيطلعوا بيعملوا بيان بذات الوقت بنشوف يعني القديرة، يعني رينيه ديك بآخر أيامها كيف كانت؟ بنشوف في ناس أو فنانين عم يتعرضوا يمكن لاعتداءات لفظية، أو يمكن يعني مثلا أستاذ أسعد حردان رشدان سوري. شو تعليقك طيب؟ شو بتقولي لهم للنقابات؟ هل في خطوات لازم تتاخد؟ وأنت اي شو خطوات؟ نحن من كم سنه لتوافق على القانون المهني، يعني نحن البلد الوحيد اللي كان بعدها التمثيل او الفن اللي نحن عم نعمله هو مش مهنه، يعني لا عنا ضمان ما عنا شيء.
لتوافق على القانون المهني، بس بعد ما بلش يتطبق. أول ما بيتطبق القانون المهني النقابات فيها تشتغل، بس هلأ ما فيها تشتغل النقابات، هي مثل كأنك فاتحة جمعية صغيرة يعني وبس، بس إنه تشتغل على الأرض تكون فعالة تبقى تعمل، لا ما فيها تعمل شيء، مش مثل بمصر، مش مثل بسوريا، لا أكيد مش مثلهم أبدا. بنتمنى نصير مثل هنيك، لأنه بمصر إذا ما عندك بطاقة نقابية أنت ما فيك تمثلي لو من أي بلد جاي، مش مين ما كان يلا اطلع يعني إنه امشي اطلع بهالبوسطة يعني، لا مش هيك. في واحد شو عامل، شو دارس، شو بتبلشي من هون قبل ما بدك تبلشي تاخدي حقوق، او اي حدا اجنبي بيجي من برا بتروحي على مصر بتدفعي 40%، انت بيروح ده من للدوله، بيروح للنقابه، لانه هولي اي فنان مش لبناني بيجي بده يدفع مصاري، بده يغني، بده يمثل، بده يدفع، هيدا قانون، وين ما كان بنروح بندفع، فنفس الشيء لازم يجي. هيدا كله مش عم بيتطبق لانه ما في القانون المهني مش ماشي يعني. سلملنا على سلملنا على النقابة. كارمن كمان كان في رسائل بصوتك عن الوطن وشو عملنا بالوطن، وين الوطن اليوم وكيف عم تشوفيه من برا. هاي عرفتيها حركة رسمية شو تصبحون على وطن. تصبحون على وطن؟ لأي متى هيك بدنا نضل؟ بس هيدا نحن، هيدا نحن ما دود عندي الخل، حكاية. دود الخل منه فيه نقطع مين يعني الصوت الشعب؟ مين نحن. يعني؟ طبعا 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 ما في حدا بيضله محله اذا الاساسات منا موجودة. طابق اذا بتشيلي له الاساسات بهر، اذا ما في دعامات لهول الاشخاص بضلوا مدعومين هول بهروا لحالهم، واذا راحوا رح يجي مثلهم، لأنه الخلل فينا مش بالسلطة اللي فوق، خلل فينا نحن. نحن شو ما لازم نعمل؟ بنعرف، بدي يتبلش من كبة الكلينكس من الشباك، من القصص اللي بتكبيها بترجع بتقول الدولة مش عم بتنظف لك، وكيف عم بيصير فيضانات، مش المجارير كلها عم بتسكر. بتبلش من هون، من أصغر القصص. تعلمي ابنك كيف يحب وطنه، مش إذا هيدا مسلم أو مسيحي أو هيدا عوني أو هيدا كتائبة أو هيدا أمل أو هيدا حزب الله. قبل كل هول الحكي اللي بتحكيه على العالي الولد عم بيسمعه، يعني أنت عم بتربي أجيال على قصص مش لازم يكونوا عم يربوا عليها. لازم يربوا على المحبة، يحبوا البلد هو بيتهم الكبير قبل كل شيء، يحبوا الطبيعة، يحبوا الشجرة، ويحبوا الحيوان. هول الأربع شغلات بس يبلشوا فيهم. تعتقدي انه بالانتخابات رح يتغير شيء؟ لازم يتغير شيء، يعني لازم، بعتقد إذا بتصير انتخابات، أو مش بعتقد، بتمنى تصير انتخابات والناس ما تنتخب نفس العالم، لأنه لازم ننتحر يعني خلص، يعني تفو علينا. انا بس لازم بقول ينزل حدا. مين بده ينزل؟ مين معه مصاري هلا ينزل ليترشح على الانتخابات؟ في مصاري؟ ليش حدا معه مصاري؟ مين بالبنوكي بده يترشح؟ ما البنوك، مين بده يترشح؟ قولي لي. اول شيء تيقدروا يقرروا انه يعملوا انتخابات، ما يمددوا مثل ما مددوا 9 سنين، من 9 سنين لاخر انتخابات، بعدين بنحكي. ايه بس كنت عم اقول لك، بس يبلشوا يحبوا بعض، يعلموا الولد يحب بلده، يحب الشجرة ما يكسرها بس لأنه طالع عباله عم يتسلى، ما يأذي حيوان، لأنه كلنا منكمل بعض. بس نبلش هون، نحن بنبلش نتحول لصنف انسان، ومش عم بعمم، مش الكل بس الاكثريه، مش تبع هات ايدك والحقني ويلا وشو بدك، كل واحد المهم مصلحته، المهم جيبته، المهم يطلع هو قرشين. وهذا ببين بهلا عم بيصير بوضع البلد، انه الدولار عم بيغلى 1000 و2000، الاسعار بتصير دوب الوقت ما طلع 2000، طب ما فيكم تطلعوا 2000. فهيدا يعني حتى التجار ما عم بيفكروا، مع انه اللبنانيه يفكروا باللبنانيه اللي مثلهم يعني. فما بعرف، مشان هيك، مشان هيك في خوف يعني، مشان هيك في خوف كبير من بكره يعني. وعلى فكره نسيت كمان، غير هولي بدي احكي عن وجه جديد اللي طلع معنا ب 2020، ماريتا الحلاني. ماريتا، ايه
ايه برافو يعني. لا كتير بتستوعب يعني انه اي رمارك بتنعطى لها، مثل عرفتيها هي سفنجة اللي عم تشرب بدها تتعلم بدها تعطي وعم تعطي من قلبها، وهذا الشيء مبين على وجهها يعني انه لا برافو كأول تجربة لها، كتير برافو. تحياتنا لها كمان، عم نتابعها بس يمكن ما كتير بعدها عم تبين بالادوار، هلا عم ايه نشوفها. يعطيها الف عافيه وكل التوفيق لها، شكلها عندها الرغبه ايه طبعا طبعا، هاي تتعطي اهم شيء، وتكون لازم بالمجال. الشغف هو ببلش يكون عندك شغف، حلو، يكون عندنا بعد شغف ما لح بوطن حلو بيزبط. عقبال انا ايه عندي الشغف موجود صراحه ومش عم بيروح قد ما ايه في نحن يكون. كم شو شخص السر؟ بس ما بعرف شو السر انه هالبلد بعده هيك بضل عايش فيكي، بضل عرفتي ليش بكيت وقت النشيد الوطني؟ ذاكرة شو قلت لك؟ بتذكر قلتي كنت لي رجعت. خيفانة، صح، كملي. ولا صار كنت خيفانة انه ما يكون هيك بس هيك شيء، وطلع شيء طلع كمان. بس كارمن ما بتعتقدي انه اللي كان قبل 17 تشرين اختلف عن اللي كان قبل؟ ما بتعتقدي؟ تعرض كل الصح. حتى بين الثورة نفسها يعني، أنا بالنسبة لي حتى التحركات اللي عم بتصير، أنا كان مع إنه يحطوا أسماء يعني، وسألتهم ليش ما بتحطوا أسماء أنتوا تسموا وزراء إذا أنتوا عم بتطالبوا بناس ما لهم مش مسيسين، حطوا أنتوا أسماء. قال لا ما فينا نحط أسماء لأنه إذا فشلت الحكومة بحطوها علينا. قلت له خي شو دخل، إذا فشلت بيكون في حدا عم بيعرقلها، بيطلع بيقولوا عم تتعرقل من وعي يعني، حدا على قليل بنعرف مين اللي نحن بدنا عم نطالب فيهم، اذا ما جيبوا لنا اياهم معناتها في مشكله. قال ايه بس بنخاف التحرك اللي بمنطقه فلان يزعلوا لانه ما سمينا واحد من عندهم، او من ميله بالفوق من بيزعلوا، صار انه بيخافوا كل واحد يزعل. قلت لهم ايه وثوره يعني. انا بدي اقول لك شيء بهيدي النقطه. اول شيء ثوره كانت، يعني كان في عندك 17 ألف جهاز بالدوله، كان عندك الاعلام، كان عندك العقل الشيطاني اللي عندهم عند الزعماء وعند الاحزاب والمناصرين. كانت الثوره بعدها يعني طفل جديد، بعده هيك خلقان جديد ومجموعات من العالم نازله على هيدي على ما هالسحابه. هو اذا ما في وعي، اذا انت ما عندك اساس كيف بدك تبني؟ اذا جبتي مجموعه عالم قلتي لهم عمروا هلا بيت، اذا ما بيعرف الواحد يعمر بيت كيف بده يعمره؟ نازلين العالم 100% هش بش، طيب ما في حدا بده يوجه، هيدا اللي عم بيوجه هو كمان ضايع يعني، اللي كانوا مستلمين عم بيوجهوا كل واحد عم بده ياخذ الخط لإله انه هو لأنه اللي صار كتير كبير، لأنه اللي صار شي كتير كبير ما حدا كان متوقعه صراحة. وخض كتير عالم، بس نحن ما عرفنا استثمرناه. نستفيد هلأ برأيك إذا عم يشتغلوا استثمرناه سياسي، إذا مين عم هلأ بيشتغل سياسي؟ مين عم إذا عم بيشتغل؟ يشتغلوا ليجمعوا بعضهم، إذا عم يشتغلوا ليشتغلوا يعني انتخابات إذا بدك، إذا عم يعملوا شغل إن شاء سياسي. الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله طب يكونوا أهم شيء هيدي الأبل هاي اللي حاطينها، بس يكونوا هيك ما بيقدر حدا يفكهم عن بعض، هاي إذا ما كانت كله بهرهر صحيح كله بينخرق. صحيح. أعطيني تعليقك عن اللي عم بيصير بالقضاء إذا بدك، عن اللي عم بيصير صار له من جمعة تقريبا مقابل شركات إذا بدك مصرفية أو مالية، وبين القضاء وبين الناس اللي عم تنزل. شو تعليقك عن هذا الموضوع؟ وهل هذا الشيء بيعمر القضاء أو عم يأذي القضاء أو عم بيساعد ما في العالم؟ قضاء، ما في قضاء، ما في، ما أنا بالنسبة لي ما في قضاء، ما في ما في قضاء. شيء، بلد ما في شيء، ما في شيء، بده من 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 كله سوا. خلينا نرجع للشامية، نرجع لرولا، رولا والشامية. أنا قصة الرولا قاعدة نهار هيك وبدي بلش المشهد، اتغدينا وقاعدين ناطرين لنقوم لنسوي، عشان طلعت في رولا سليمان هي الميك اب ارتست، قامت لي يو، قلت لها شوفي انا فكرت في شي حشره ماشي ورا راسي، قالت لي الشاميه، قلت لها وينها؟ قالت لي منا هون، وقعدنا نركض مع الشاميه، عرفتي؟ عملت فاحنا لك وياها والشاميه
بدي ملح اخرك بقى، بدي اشكرك من قلبي وبدي ابعث لك كثير بوسات وأنا كمان اشتقت لك قد وميرسي الدنيا على هالفرح اللي اعطيتينا اياه، حبيبي. وناطرينك. ونلتقى قريبا، ايه وبنلتقى قريبا إن شاء الله. ان شاء الله، اشتقت لك كثير، بدنا أنا نلتقى، كمان كوفيد ما كوفيد خلاص لازم خلص، ما هيك لازم نعمل جلسة. بدي منك كلمة أخيرة للمتابعين ولا بلا رقابة، وإذا بتحب تعيديهم للعالم يعني بقدوم الشهر، إذا بدك على العيد. ف بتمنى يكون عيد، يكون عيد في فعلا فرحة، يصير شيء بهذا البلد وتكون فرحة كتير كبيرة مع هذا العيد، ونرجع نلتم من أول وجديد، ويخلص تخلص كورونا، أو تخف على القليلة كورونا، ونرجع على القليلة نقدر نعبط ونبوس بعض ونحب بعض، وترجع المحبة لقلوبنا، ونرجع نحب بعض من لنقدر نكمل، لأنه بدون حب ما فيك تعيش. وكلمة للمتابعين ولا بلا رقابة ولا المحبين عندك. ماشي، بقول لهم بحبهم كثير وبحبكم كثير، بحبك كثير، ويخلي لي اياكم، وشكرا على كل هالمعنويات والدعم والكلام الحلو اللي ما في لكم قديش عم تكبروا لي قلبي. انا صعب اعبر عن مشاعري، بس بحس الكلام مرات ما بيوفي حق الشيء اللي عم حسه، او ما بيقدر يوصل الإحساس اللي أنا عم بحسه. بشكركم من كل قلبي وبحبكم قد الدنيا. ميرسي، كل عمل وانت بخير، وكل نجاح وانت بخير، ومنشوفك قريبا بلبنان ان شاء الله. إن شاء الله، إن شاء تبع الله. حالك. ميرسي يا حبيبي. باي باي باي.